كيف نعمل البيض بالفرن؟ طريقة كتير هي روعة. نجيب بيض عدد 3 وبنوضع حليب ثلث كوب، وبنوضع الملح والفلفل الأسود والأوريغانو إذا كان متاح. نقلب المكونات مع بعض، وبنجيب معلقتين من الزبدة أو السمنة، وبنوضع الخليط وبنوضعها في الفرن لمدة 8 دقائق بالرف الأوسط. نشغل الفرن من فوق ومن تحت، وهيك أصبحت جاهزة. بنوضع الجبن، نرجعها للفرن لمدة تقريبا دقيقة حتى تذوب الجبنة، هيك أصبحت جاهزة. عند أكثر من 500 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. مهم كتير الوعاء يكون مناسب لدخول الفرن، ما يكون فيه أي مكونات من البلاستيك. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.